السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم نحل أسئلة المراجعة كتاب العربي ونختم العربي. السؤال الأول بيحكي لنا أحذف حروف الكلمات ثم أركب من الأحرف الباقية كلمة من ثلاثة أحرف أستخدمها. هل عندنا هون كلمات؟ إحنا بدنا نشطب الكلمات. عندنا سامح، سامح، هاي شطبناها. عندنا عالم، بدنا ندور على كلمة عالم وهي شطبناها. جبلون، جبلون، هاي شطبناها. فاز، فاز. هلا في عنا ثلاثة حروف بقيت اللي هي اق والال والام، بدنا نركب منهم كلمة ونشوف ايش بتطلع الكلمة. قلمون، اذا الكلمة التي اصبحت عنا جديدة قلمون، قلمون. وكون من الأحرف ثلاث كلمات، عنا إح وإل وإم. إيش ممكن نكون منها كلمات؟ ممكن نكون منها كلمات حلم، حلم، واحد نايم وبيحلم. ممكن نحكي لحمن، لحمن، لحمن. ممكن نحكي ملحن، ملحن. إذا ثلاث كلمات حلم، لحمن، ملحن. أقرأ ثم أكون جملة مفيدة. عندنا كلمة في، عامر، جلس، الحديقة. بدنا نرتب جو الكلمات بحيث تصبح لنا كلمة مفيدة. كيف ممكن نرتبها؟ في، عامر، جلس، الحديقة. رح نحكي جلس، عامر، في الحديقة. جلس، عامر، في الحديقة. هيك رتبنا الجملة وأصبحت جملة مفيدة. السؤال الرابع، أقرأ ثم أكمل شفويا كما في المثال. يلعب الولد بالكرة، يلعب الولد بالكرة. طبعا البي هون حرف جر والكرة اسم مجرور وحركته الكسرة. عندنا ألف، يكتب الطفل بي، بإيش بيكتب الطفل؟ بيدو، بالمعلقة. بإيش بيكتب الطفل؟ يكتب الطفل بالقلم، بال قلمي. بدنا نسوي جملة ثانية بنفس الوضع. لعبت سلوى بالأرجوحة. لعبت سلوى بالأرجوحة. يكتب الطفل بالقلم. لعبت سلوى بالأرجوحة. السؤال الثالث الخامس، أقرأ ثم أضع خط تحت الكلمة التي فيها لام شمسية. بدهم يعني نحط خط تحت اللام الشمسية وخطين تحت اللام القمرية. طيب تعالوا نشوف. يلتزم السائق، السائق الشمسية، إذا بنحط تحتها خط واحد، بإرشادات الطريق. هون ما في عنا الشمسية ولا القمرية. يلتزم، ما فيها القمرية ولا شمسية. السائق الشمسية بنحط تحتها خط. بإرشاداتي، هي ما فيها لا الشمسية ولا القمرية. الطريقي، لاحظ كيف الطريقي عندنا حرف مشدد وكتبنا الإل وما لفظناه. إذا الطريق أيضا فيها الشمسية. إذا السائق والطريقي كلمات تحتوي على الشمسية. يعبر المشاة، شوف كيف لفظتها، المشاة، إذا هي القمرية، بنحط تحتها خطين. الشارع، شوف كتبناها وما لفظناها وحطينا حرف مشدد على إيش. الشارعة هي الشمسية، حطينا تحتها خط. المكان، المكان، لاحظ كيف لفظت المكان، كتبناها ولفظناها. إذا المكان هي القمرية، حطينا تحتها خطين. المكان المخصص، أيضا المخصص القمرية، بنحط تحتها خطين. إذا الجملة الثانية طلع فيها ثلاث كلمات تحتوي على القمرية، المشاة، المكان، المخصص، وطلع فيها كلمة واحدة فيها الشمسية اللي هي الشارعة. تعالوا نشوف الجملة الثالثة، أدى محمد الصلاة في المسجد. المسجد ايش حكينا؟ شوف كيف لما نلفظها كتبنا ال ولفظناها. اذا هي القمريه، حطينا تحتها خطين.
أدى محمد الصلاة في المسجد. الصلاة على الشمسية حطينا تحتها خط، والمسجد فيها على القمرية حطينا تحتها خطين. أقرأ ثم أكمل شفويا كما في المثال. هلا على الولد شو بنحكي له؟ ينام الطفل. للطفلة البنت شو بنحكي لها؟ تنام الطفلة. هلا المهندس شو بنحكي له؟ يسافر المهندس. للمهندسة شو بنحكي لها؟ الإي اللي حطيناها لكلمة يسافر بتصير تسافر المهندسة. يرجع المسافر للمذكر بنحكي يرجع. للمسافرة البنات شو بنحكي لها؟ ترجع ترجع. يعطيكم ألف